في بطولة مناغولية تحت سماء تيم وين العاب ما ترد على السماء بس مع ذلك كملت وفش في المركز الأول ما رحت التيشون في مدرسة وحببت هذا الرياضية أحسست عني يمنحني طاقة وتركيز حتى تحديات كانت السماء ولكن في غاد البعد الطريق وتمكن من تطوير طريق التواصل السبب تعامل سمو الشيخ محمد بن سعيد النيحان رئيس التيمارات تمكنت من التدريب على لعب في مدرسة أو أدرس في مثال الكمبيوتر بخصوص التيشوم أي أتطور مهاراتي وتحقيق المشيت في العنشار.